بسم الله، الحمد لله، ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. الآية التالية 23 من سورة محمد عليه الصلاة والسلام قائدنا ومن معينينا القلوب العامية، أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء سجار ربي العنهم، الله كرس الدم، يعني لعنة اللعنة كرس C-U-R-S-E. يقول such are they whom are has cursed، ويقول بعد أولئك الذين لعنهم الله، وبعد اللعنة يطرد من الرحمة. مش يترتب عليه بعد اللعنة، ما تفهموش معنى لعنة، هذا ما يكونش مأمين بربي. اللعنة هو الطرد. تحب تكون من المطرودين يا عالم زمانك؟ تحب تكون المطرودين؟ هاو إبليس يعتبر روحه من العلماء الأفذاذ، وإذا به كان سيء الأدب مع الرب، قالوا أسجد لآدم سجود تحية، قالوا لا أسجد. هو اللي بدأ صنع خائبة جدا، هي الراسيسم، العنصرية. خلقت من النار وخلقته من طين، أنا مخلوق النار أفضل منه. النار عند الأمم أعظم شان من التراب من الطين. هذا أعذار لحد الآن يعملوا فيها الكلاب أوروبا، اللي عم يروح مخ كلب ذاك ترومب عجبته نفسه، في باله اللون ذاك الأبيض ميزة ما لا تخليه يعتبر روحه هو من خير الكائنات. والأمريكان غير السود زنوج كذا واللي بين هذوك من قيمة لهم، ولهذا اللي يمشي ترخوله وتبعوا أوامره وتقوا عن نواهيه وما البيث، وأنا إمامهم جسيلر ليدير اتسيترا. هذا اللي يقع في أمريكا، ورينا كيفاش ربي كشفوا وسقطوا من علن العرس اللي وصلوا بالحيل والأموال الحرام، واكتشف أمره لكونه بالأموال الحرام جاب بعاهرات بايعت هواء عن طريق النتوارك، وما أنا وعمل فيها ما أنا مفسد في الأرض وعلى رأس جماعة مفسدة هي الولايات المتخذة، وراء حدث ولا حرج، نسأل الله السلامة.